تفضل. أخ رئيس، أنا أوجه خطابي لحكومة الكويت. إحنا كل المشاكل اللي يعيشها المجتمع الآن بدأت بسبب تراخيهم في تطبيق القانون. أزمة المرور لأنهم تراخوا في تطبيق القانون، لما طبقوه تصلح المرور. الخراب اللي قاعد يصير في الوزارات كلها لأنهم قاعد يتراخون في تطبيق القانون. اليوم قاعدين نواجه مشكلة تفشي خطاب الكراهية ونشر لثقافة الإرهاب على إيد ناس محسوبين على الكويت، قاعدين يطلعون في العلن ويتحدثون عن نحر الناس وعن تجهيز مقاتلين. أنا ما شفت فيهم ريال راح إسرائيل عشان يدافع عن الفلسطينيين في 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 الأرض المحتلة، فالحين بس يروحون حق دول عربية يذبحون عيالهم. الآن هذا الخطاب قاعد يطلع في العلن، وين وزارة الداخلية؟ وين حكومة الكويت؟ ما في أحد رد. هذا السكوت وهذا التراخي هو اللي راح يزيد هذا النوع من الخطابات. والحكومة مسؤولة الآن أنها توجه تهم حسب قانون الوحدة الوطنية أمام هذول الناس وقضايا أمن دولة، لأنهم قاعدين يهددون المجتمع ويهددون علاقتنا في دول أخرى. الآن إحنا نقول الكلام هذا الحكومة، والمفروض أن إحنا نكون مختلفين. علشان كذي أنا أيد الأخوان أبو أنس والأخ عبد الله، لازم المجلس هو اللي يقود العملية الاستنكار هذا الشيء، ونطلع بيان نستنكر في هذا الكلام ونطالب بتطبيق القانون على أول واحد فيهم وإلى آخر واحد فيهم. لا يقعدون كل واحد مهذب للحيطة واقف يصرخ يلا عيال الكويت روح أموتوا في سوريا. دز عيالك، دز عيالك إذا تبي يموتون، ولا أنت روح أنت ولحيتك، لا تقعد تطرش العالم. وأقول الكلام هذا بالذات للحربش اللي قاعد يقود هذه الحملة، والشاف العجمي اللي ساكتين لوزارة الداخلية على إعلانات لشراء الأسلحة وجمع التبرعات. وين وزارة الشؤون عن واحد قاعد يعلن إنه يجمع فلوس بدون أي ترخيص؟ وينهم عن الصواق اللي يقول لي أنا جمعت مليون وطرشتها؟ من اللي أعطاك المليون؟ وشلون دزيته؟ وش كثر أخذته منه للقائمين عليها؟ شو الفوضى اللي قاعدة تصير في البلد؟ وحكومة ساكتة ولا كأن الأمر يعنيها، كأن هذا يحدث في دولة أخرى. بعدين تعظوا، الله عطانا درس ما احنا قاعدين نستوعبه، دخولنا في الأمور هذه واحنا شعب صغير محدود راح يكلفنا عداء دول ويكلفنا طق من كل صوب. احنا منو اللي داشين في أزمة سورية؟ احنا نقطة، كلنا نقطة في بحر في سوريا. فخلونا نوقف الموضوع الآن. إذا الحكومة فاشلة في أنها تقوم في هذا الدور، عليك الأخ الرئيس أنك تقوم في الدور هذا. شكرا. شكرا يا أخوان. يعني الحين راح نفتح المجال، وايد ناس بيتكلمون عن هذا الموضوع وهو مو موضوع الجلسة. فبناء على الاقتراح تقدم فيه أخ أحمد المليفي.